استاذ عماد، عوده لحضرتك. البعض بينتظر دور كبير جدا من الاعلام عشان يقدروا يتابعوا. بالتاكيد الاكاديميه الوطنيه للتدريب فيها ليها دور اداري مهم جدا جدا، لكن من سينقل الصوره الى المواطن؟ امتى هنعرف مخرجات الحوار؟ في راي حضرتك ايه الاليه اللي ممكن تكون انسب للتواصل بين الحوار الوطني وبين الشارع؟ اولا انا بس عايز افرق بين حاجتين، يعني دوري كعضو في مجلس الامناء، وده انا لسه مفروض يعني طبعا يعني مفروض مع الناس لحد ما نقعد ونتفق على الاسس، فبالتالي ده جزء انا التزم فيه بما يقرره مجلس الامناء عموما. لكن الدور الثاني وهو دوري كمواطن او كصحفي كمشارك ماشي، فدي نقطه ثانيه. بطبيعه الحال اتمنى الحوار الوطني لو احنا خدنا في جزء تعريف ليه الهدف النهائي ايه، ممكن يختلف الافكار والاراء كثيره جدا، بس في وجهه نظري ان انت الوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني العام بين قوى المجتمع المختلفه في اطار القانون والدستور والدوله المدنيه. التعريف ده بيخلينا نبقى واخدين بالنا، اولا يجاوب على السؤال الاستاذ احمد جاوب عليه بسرعه، ان هو غير مسموح لاي قوة لوسد ايديها بالدماء وبالعنف وبالارهاب بره. هو مفتوح لكل من يؤمن بثورة 30 يونيو، بالدولة الوطنية، بالديمقراطية، بالمدنية. دي تعريفات تقدري مظلة كبيرة تاخدي فيها ناس كتيرة جدا وتنبذي أي حد لا يؤمن بده. يعني وكأن عندنا كده مظلة اسمها القانون والدستور المصري بالظبط، اللي احنا عاوزين نتجمع حواليه مش نتفرق عنه بالظبط. نختلف في إطار الخلافات السياسية، اللي هو ان احنا والله نحط الكوب ده هنا يمين ولا شمال. ده خلاف مفيش مشكلة، ده خلاف صحي، خلاف صحي جدا ومطلوب بالمناسبة، ومفروض يثري ويخلي الناس تعمل أفضل ما لديها. لكن نبقى متفقين ان المكان ده اسمه استوديو، مش هنختلف حوالين مسماه. النقطة الثانية، لو احنا عملنا هذا التوافق الوطني الباقي تبقى قضايا فرعية، هيبقى في قضايا أساسية نتفق على خريطة الطريق اللي احنا الدولة المصرية عملت إنجازات عظيمة جدا في الفترة من 2013 لحد الوقت طبعا. وقدرت تخلي تحافظ على هذا البلد، بدل يعني شفنا المنطقة اللي حصل في الدول في ايه. بس لما جينا في وقت زي دلوقتي وفي أزمة عالمية كبرى وفيه اضطرابات في الإقليم وفي العالم، واحنا وفي حرب باردة جديدة بتيجي، وفي منطقة بيعاد تشكيلها، وفي أسعار بترول بتقفز، وفي أسعار الدنيا كلها مولعة في حتت كتير. إذن فإحنا محتاجين إن احنا نقعد ونتكلم عشان نشوف ملامح الطريق ده. دي نقط جوهرية. بعدها نيجي نختلف والله، هل احنا نعمل في كل القضية على حدة بالظبط؟ لا، احنا بعدها هنيجي نسمع النتائج بالزبط. انا فاهمه قصدك. فبالتالي اتمنى انه يتم اطلاع الراي العام المصري اولا باول وبطريقه صحيحه وصحيه على الحوار، وبالتالي ايه ان الناس، لانه الهدف منه ان انا بس مش ان انا اقعد مع المعارضه كحكومه، ان انا اخلي الناس يوصل لها ان في تغير ما حصل وتغير صحي، وان هذا الحوار الوطني مش مكلمه، لا ده هيصب في صالح الناس. انا بشكرك وده خير وختام لحديثنا النهارده. انا عارفه الوقت جري بينا، بشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق لما هو قادم في الحوار الوطني. الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، المسؤوليه التنظيميه الكبيره دي كمان.